برونكيال 3، فيوصل الى حد السايز اللي يسوي امباكشن، فديستال تو فورم بودي راح يصير اير ترابنج. اير ترابنج يعني تعرفون انتو انسبيريشن اكسبيريشن، الحجم مال اللنج يتغير. من يصير عندنا فورم بودي امباكتد بعد هاي الاليفيولس او اللنج سيجمنت ديستال تو فورم بودي، بعد ما لها علاقه بالغاز اكسشينج، لانه راح تصير مثل بالون مغلق، الهواء ما يتغير به فيبقى ثابت، ومرات يصير اير امباكشن يعني انلارجمنت بالسايز مالته من ينفخ، but eventually it will be lost. زين هسه السؤال، اول سؤال، الفورم بدي ليش راح للجهه اليمنى ما راح للجهه اليسرى؟ غفران محمد تجاوبك دكتور؟ نعم دكتور. غفران، ليش الفورم بدي راح للرايت سايد؟ ليش ما راح للليفت سايد؟ دكتور لأن البرانكس راح تكون وايدر وشورتر وتكون فيرتيكال. عافية. الرايت مين برانكس بالأناتومي شفتوه يكون وايدر وشورتر و more vertical، وكأنه هو ال continuation مال التراكية. السؤال الثاني، حسن عقيل، حسن عقيل محمد بهاء، الغالب اللي ينسى اللي ما يجاوب يعني ترى غياب. نعم دكتور، اقرا السؤال. اقرا السؤال وجاوبنا. اي why do such objects pass frequently into لا عفوا و... السؤال الثاني، what would happen if not had stuck in larynx and what could you do؟ اذا كان larynx يسبب لنا فد main occlusion، لان main airway will occlude it، وحسب severe cyanosis راح يسبب لنا فد difficulty in breathing، راح يسبب لنا فد عدم قدرة على الكلام، و يعني more severe. شو تسوي يعني كمانجمنت؟ احنا شايفيها مرات واحد يغص بأكل بشي يبقى بالفارنكس او باللارنكس بالايرواي او بستركتنج الايرواي، فبهالحالة شنو المانجمنت؟ ممكن نسوي له هامش مانوفر، نسوي بريشر على الدايفرام حتى نحاول نطلع الهواء يعني ونطلع النوتس من اللارنكس. نعم، نسوي ضغط على اسفل الصدر اعلى البطن جوا الزف السيرنم، يعني المريض او المصاب نخليه واقف، احنا من ظهره نجي ايدين اثنيناتهن يلفن على البطن، على البطن اسفل الصدر، ويصير ضغطات متتاليه، واذا نقدر نرفع المريض حتى هم ضغط يصير زياده حتى ندفع، نسوي بريشر على الابر اير واي بحيث الفورم بودي يعبر. نعم هاي الهيملج مانوفر. زين السؤال اللي بعده، رقية فريد، رقية فريد اوكي غياب، حسن عقيل غياب، رقية فريد غياب. يلا احمد ياسر. نعم دكتور. نعم السؤال اللي بعده دكتور، بس الشير شوية. اي محمد عدل لنا السؤال. What would يلا لا لا انزل انزل اي بعد اي حكيناها what we mean by hyperlucent، قلنا more black، why is right appear larger in patients، ليش الرايت لانج تكون لارجر
This is because of obstruction of the airway of bronchi. اي ويصير airway تتوسع اكثر من airway trapping. السؤال اللي بعده العفو دكتور بس شنو جواب هذا السؤال الهايبرلوسنت تانك هايبرلوسنت ممكن مور بلاك اي نعم دكتور بس ما عرفت شنو السبب هايبرلوسنت راح يصير الاير ترافينج هذا الجواب يحتجز يعني وما يصير بي اكستشينج نعم دكتور صار واضح بعده السؤال اللي بعده نعم من يقرأنا يا أقرأ دكتور هذا الكيس لا سارة عزجد نعم دكتور يلا قرينا الكيس اللي بعده أي. Samir, a 55-year-old man, a York factory worker, was in for investigation. Chest X-ray had shown an opacity on the right side that was behind the lung of the lateral film. No. Ultrasound shown the fluid collection. The doctor explained that this fluid collection needed to be tapped and drained for diagnose and to help his breathing. He explained pleurosynthesis to sound yes. And perform the produced. The procedure. يعني الexamination أو procedure. Okay. السؤال الأول. How could fluid collect in only one part of the pleural cavity? نعم. ممكن يكون إنه أكو inflammation in this part. ليس أكو يعني fluid يتجمع. إيه. مو إحنا عندنا البلورا عندنا الرايت والليفت. فهو ده يقول لش ليش بجهة الرايت؟ ليش بجهة واحدة؟ ليش ما عبر على الليفت؟ ما أدري. يعني توقعت إنه بس لأنه inflammation بهذا الجهة. هو مو بس inflammation. إحنا الinfection يسوي pleural effusion. Inflammation يسوي pleural effusion الهارت فيلر ايضا يسوي حسب الميكانيزم يعني بالباثوفيزيولوجي الفلويد ليش يتجمع لازم تعرفون البروسيجر فليش يعني الجهه اليمنى فقط ليش مو الجهه اليسرى ما متصله يعني سيبريتد البلورال كافيتي جهة الرايت معزولة عن البلورال كافيتي جهة الليف زين السؤال البعده هم سارة كملي لأن ما جاوبتين على أول واحد What do you mean by opacity معناها أنه هو الوايت بارت أو the X-ray معناها أكو fluid collection إحنا normal lung قلنا هي black color ليش لأنه full air أو gas فمن normal lung اللي هي black يصير بها disease process راح يصير أكو area of whitish color وهنا حسب الكوز هو قال نعم. أصلا fluid collection sorry والفلويد هو يبين بشكل white يلا حيدر علي جعفر السؤال اللي بعده السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله What are the structures that are opaque on the chest X-ray? يعني شنو الوايت اللي ينطينا وايت كلر نعم دكتور عندنا البونز والكالسيفيكيشن والفلويد بشكل عام والسوفت تشو هماته الميدياستاينوم يعني الهارت نشوفه ابيض السوفت تشو الفلويد اللي هو البلورال افيوجن والبونز زين السؤال اللي بعده شنو يعني احنا قلنا هذا بلورال فلويد كولكشن شو نسميه يعني كدايجنوزز ذكر هو بلورال افيوجن عافية هو نسميه بلورال افيوجن اكو شيء ثاني بعد يشبه البلورال افيوجن طور الاديما نقدر نقول
لا هم نفس التسمية. عندنا space يتجمع ونقول فتشي effusion pericardial, يعني within the pericardium مال الهارت نقول pericardial effusion, بينما بالأبدومن الفلويد اللي يتجمع وين نلقاه؟ يعني شنو تسميته بالأبدومن؟ من يعرف إذا free fluid بالأبدومن؟ أسايتس دكتور أي عافية. أسايتس أسايتس يعني الفلويد وين متجمع؟ بين البريتونيوم أعتقد دكتور يمكن. Yes, peritoneal cavity. Peritoneal cavity. زين. يلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. What test? من نسحب fluid أو pleural tubing. شنو اللي ممكن نستفاد منه كفحص؟ محمد بهاء. دكتور ممكن نسوي يعني ناخذ عينه من البلورال الفلويد ونشوف مايكروبيولوجي, نشوف النوع اذا كان باثولوجي موجوده, ممكن نسوي له نتاكد اذا كانت السل مالجنسي, ممكن نتاكد اذا كانت السل نسوي سل كاونتينج, وممكن نسوي له استيميشن اوف بروتين حتى نتأكد إذا كان ترانزويت أو أكسيدويت, يعني نتأكد يعني بايوكيمستري نسوي له. إحنا أصلاً أول ما نسحب فلويد الكالر اللي راح يطلع لنا, الكالر اللي راح يطلع لنا أيضاً يحدد لنا إذا بلادي يعني most likely malignant, إذا باس اللي هو يلو أو جرين زين يعني بكتيريال أو تيبي, هذا باي دايركت اكزامينيشن يبين عندنا زين. والسؤال اللي بعده اللي هو يقول وات از امبايما. امبايما هو من يصير عندنا باس يعني انفكتد بلورال افيوجن نسميه امبايما, نسميها امبايما زين. السؤال اللي بعده يعني ايش تتوقع complication تصير عندنا اذا سوينا pleural tubing؟ نور حيدر. نور حيدر الطالب الميجاوب ترى غياب. نور حيدر تسمعينا؟ اوكي. اكو طبعا هاي حالتين بدون اسم موجودة اللي هو واحد نقطتين وواحد فارزة, هاي ما مسموح بيها. اي شوف غادر هاي نقطتين هسه منو المن الحساب هذا مد 161 ومو بدون اسم. دكتور محمد تسمعني؟ دكتور محمد سمعت. انا ليش طلبت يعني رجاء احنا هذه تعليمات قلنا طلبناها من عندكم الاسماء الصريحه والحسابات الصريحه, يعني هاي حالتين شوف هسه انا من حكيت وياهم خرجوا من الاجتماع زين, اريد اسماءهم الطلبه زين اللي يتصرفون بطريقه مو مهنيه, هذه مو طريقه مهنيه, احنا هذا درس وبي شرح. فأنا شو اسمه عندي يعني اخذتهم صوره سكرين للحسابات مالتهم واقدر يعني اعرف الاسماء بس مو حلوه, فأريد من عندك أنه يعدلون الأسماء ويدخلون بأسماءهم الصريحة. ماشي. بالأسماء الصريحة. زين مو حلوة يعني هاي طريقة مو صحيحة. من يحكينا الكومبليكيشن مال البلورال تابينج؟ نور حيدر ليش ما تجاوبين؟
نور حيدر ليش ما تجاوبين؟ دكتور محمد حسار هذه مشكلة؟ نور حيدر جواد كاظم؟ ما أعرف دكتور هي داخلة ويانا يعني أعتقد أي داخلة ليش ما تستجيب من واحد يطلب من عندها جواب؟ على العموم من يحب يجاوب؟ نعم تفضل دكتور هو اللي أعتقد يسأل عن الـ conditions اللي هي associated with the pleurosynthesis نعم هو hazards مو conditions hazard يعني مخاطر يعني complication نعم دكتور أعتقد lung cancer وبالوما لا, لا 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 على كيفك يعني أني منطوق السؤال أنه أني راح أدخل نيدل راح تدخل نيدل بالشيست فشنو ممكن يعني complication تصير بالpatient يعني side effect ممكن infection yes excellent هي traumatic هي process traumatic يعني شو تتوقع traumatic nerve damage nerve damage اي structure اللي هو within the path of the needle زين ممكن يصير بي دامج بعد غفران ايش عندك جواب شكرا مصطفى دكتور ممكن الاير يجمع بالسبيس بين اللنج ويسوي لنج كولابس اللي هي نيوموتوراك اكسلنت ممكن يسوينا بي ممكن شي يسوينا bleeding نعم ممكن وراكشر للفلورا وللانج ممكن يسوي لنا نيموثوراكس وممكن infection نعم زين شو احتاج من عندكم من يتذكر الاناتومي الدرو هاي يمكم انتوا بعدين رسموا من يتذكر الاناتومي الريليشن بين الفيسرال بلورا والبرايتال بلورا على السريع يحكي لنا ياهن يعني القصد انه الليفل مالتهن ويتش ريب تعرفون اكو ديفرنس بيناتهن من يعرف محمد تعرف محمد خالد الليفل مال اللنج يعني مقارنة بالريبس انتيريرلي لاترالي بوستيريرلي دكتور ما لحقت اطلع عليه بس اتذكر حسب الشرح اعتقد ان الرب السادس يمكن يمتد من الميد اكزلي انتيريرلي 6 لاترالي 8 وبوستيريرلي 10 هذا الفيسرال هاي الليفلز كلش مهمة حتى نعرف احنا النيدل اللي تدخل كون ما تدخل باللنج اوكي نعم يلا البعده السكشن اللي بعده اللي يخص الغاز اكسشينج هذه يعني هي قيم موجودة يعني اذا قريت اذا انتم قريتوا السبايروم ميتر راح تعرفون تجاوبوها زين يلا هسه اول سؤال كل واحد ياخذ له سؤال من عندكم ويجاوبه ويقول ليش سهلة الفيتال كاباسيتي is 5 لتر صح لو غلط يلا يعني صح شنو هو الفيتال كاباسيتي هيك شرح بسيط دكتور هو يعني تحمل حد اقصى 5 لترات يعني نعم وش تشمل تقدر تقول لنا لو ما تتذكرهن دكتور تشمل اكو اكثر من كومبوننت بيها دكتور اجاوب مكانه
اي يلا تفضل. الاكسبيراتوري ريزيرف والانسبيراتوري ريزيرف والريزيدوال فوليوم اسم هذه الكباسيتي. نعم دكتور. زين فاذا ترو. زين السؤال اللي بعده sum of functional residual capacity and inspiratory capacity is equal to total lung capacity. صح لو خطأ؟ يمكم الكيرف مع السبيروميتر وموجود lung capacity مش قد والتايدل فوليو مش قد. نعم دكتور صحيح. إذن functional residual capacity فهي تشمل equal total lung capacity. صحيح. ثلاثة difference between functional residual capacity and residual is equal to وينه؟ is equal to expiratory reserve volume. صح ولا خطأ؟ دكتور صح. صح. تقدرين تشرحي لنا اياه شنو الكومبوننت مالته؟ هو صحيح الجواب بس من يعرف؟ انا اريد يعني الفهم مالتكم لل للكباسيتي كل واحدة وتعريفها. دكتور هو أصلاً أكو قانون يعني مطينا إياه أنه الـ functional residual capacity تساوي لنا الـ expiratory reserve volume زائد الـ residual volume. فلما ننقل إحنا نريد الـ expiratory reserve volume. فلما ننقل الريزيدوال فوليوم للجهه الثانيه حتصير سالب. نعم. حيصير ناتج طرحهم يساوي الاكسبيرتري. عافيه عافيه سهله سهله. اكسلنت اكسلنت. يلا السؤال اللي بعده would achieve an alveolar helium concentration 5% after breathing 5% helium for 10 normal breaths. دكتور ترو. وليش ترو؟ لأن تو ماكسيما وذ دايسبيد اون فاكشنال ريزيدوال كاباسيتي لأن ما يبقى نفس التركيز لأن جسمنا حيروح للدي سي وللاف ار اس. من يوافق هالرأي؟ دكتور مو فولس؟ اعطينا السبب اللي يقول ترو اللي يقول فولس. هي فولس بس احنا اكل الريزيدوال فوليوم راح اصلا موجود بالرئه فراح يصير يعني راح يصير تركيزه اخف لليوم. يس 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 صحيح. السؤال اللي بعده يعني منو؟ خديجة جاسم. السؤال رقم 5 خديجة جاسم. تسمعيني خديجة؟ زين نصير يلا نصير رائد. السؤال رقم 5
خديجة تسمعيني؟ السؤال رقم 5 إذا تجاوبي. جيد. نصير رائد. نعم خديجة جاسم تفضلي. السؤال رقم 5 tidal volume of 4 would have a lower expiratory reserve volume with a tidal volume of 0.5. شنو رأيك؟ صحيحة ترو. ليش؟ شنو التفسير؟ عندش تفسير لها؟ تكون قارين السبيروميتر التفاصيل مالته حتى نقدر نشرح به. زين اوكي، من يعرف الشرح مالته؟ شنو هو التايدل فوليوم؟ شنو الفانكشن اللي يؤديها؟ عندك سؤال، هو التايدل فوليوم هو الانسبيريشن اكسبيريشن اتست، يعني بدون الاكسترنال اديشنال ريزيرف فوليومز. فكل ما يزاد التايدل فوليوم الاكسبيريتي ريزيرف فوليوم راح يقل، لان هو تعريف الاكسبيريتي ريزيرف فوليوم هو الاديشنال فوليوم ذات كان بي اكسبايرد افتر ذا تايدل فوليوم. يس اوكي يس نعم صحيحه. اذا بعدها مجموعة الأسئلة اللي بعدها. Serial data space is measured by nitrogen washout curve. هو data space شنو؟ يعني يكون نعرف data space حتى نعرف المجرمنت مالته. من يحب يجاوب؟ نعم دكتور، الـ dead space was volume of air inhaled but does not take part or participate in gas exchange. دكتور صوتي واضح؟ يعني ما سمعته كلش واضح بس افتهمت القصد اللي اذا يعني هو يعتبر من ضمن الـ total capacity but it does not contribute to gas exchange. فهذا شلون نقيسه؟ هل صحيح نقيسه بالنيتروجين واش اوت؟ نعم دكتور بالنيتروجين واش اوت. نعم نعم صحيح. زين serial dead space will be decreased by acetylcholine. دكتور صحيحة. نعم. لأن راح يسوي الأسيتيكولين راح يسوي بروكوسبازم. بروكوسبازم. راح تقل ال area اللي يصير بها wasting of air. كل هذا راح. Excellent. Yeah. Physiological dead space is increased. إحنا عندنا anatomical و physiological dead space. The physiological dead space increased if a significant number of small airway are occluded by mucus. شنو رأيكم؟ نعم دكتور صحيح. ليش؟ لأن هي physiological dead space تعني ال حالة الباثولوجيكال، يعني مثلا العفو مثلا اكولوجين اوبستراكشن، فهي كل ما راح تقل او راح يصير اكولوجين راح تقل الديد سبيس. شنو رايكم؟ من عنده جواب ثاني؟ مو صحيح، بس اكو سبب ليش مو صحيح. بناخذ دكتور تفضلي. دكتور يعني ممكن يكون خطأ لأنه أصلا ما راح يصير تغير لأن هي صار بها أكلوجين فالهواء ما راح يدخل للأير للألفيولاي. عافية. إحنا عندنا الأناتوميكال ديد سبيس هسا اللي حكيناه، وعندنا الألفيولر لما يصير عندنا يعني دامج بالألفيولاس أو بالبلد فلو، فبالمحصلة أي واحد من عندهم
إذا يعني راح contribute to the physiological بما أنه هو total obstruction total obstruction فما حيكون عندنا يعني change لأنه the air does not change during breathing. زين السؤال اللي بعده the anatomical dead space is greater is greater when breathing through the nose and when breathing through the mouth. أكو فرق إذا يصير breathing through the nose or through the mouth. سهل يعني رياضيات. نعم دكتور أتفق صحيح لأنه ال nasal space أكثر. نعم راح يزيد. راح يفرق أي صحيح. زين. Question 5 anatomical dead space increasing with age إلى علاقة بالأيج شو تقولون يعني هم مثل الرياضيات شلون حسبناها يعني بالالدرلي البرونكيال تري التشنجز اللي راح تصير عندنا بالايرويز ف يس ات ويل كوز انكريز بالاناتوميكال ديد سبيس وذ ايج فصحيحه زين ناخذ دكتور شنو السبب الاناتوميكال تشنجز اللي راح تصير التراكيا يعني الانلارجمنت بالايرويز راح يكون من ضمن الكوزز اللي راح الاناتوميكال ديد سبيس يزيد وذ بيشنتس اوكي فصحيحه زين السؤال اللي بعده هي معادلة راح نحتاج أحد يطبقها calculate the alveolar ventilation rate for subject taking 8 taking 1 liter breath per minute okay with a serial dead space منطقية تقدرون تحسبون the alveolar ventilation rate شنو المعادلة من يعرف الفيولر جاوب دكتور ايه تفضل الليبيرال فنتيليشن رايت تساوي بولمونري فنتيليشن في ناقص ديد سبيس فنتيليشن يس يس بالتالي البولمونري فنتيليشن تساوي تيدال فوليوم في الراسبيراتي رايت بولمونري فنتيليشن رايت تساوي 1 لتر في 8 في التالي تساوي 8 لتر ديد سبيس يساوي ديد سبيس فوليوم في الراسبيراتي رايت 0.15 في 8 يساوي 1.2 لتر بالتالي الليبيلر فنتيليشن ريت يساوي 8 ناقص 1.2 6.2 اكسلنت فمن نحسب الديد سبيس من التوتال يطلع لنا الليبيلر يس زين السؤال السادس السيريال ديد سبيس اوف لانج ويل بي ريديوسد باي نيموثوراكس إذا صار عندنا نيموثوراكس الاناتوميكال أو السيريال ديد سبيس يقل لو ما له علاقة صحيح يقل نعم يقل لأنه أيضا يأثر على الايرويز اللي هي انترا بالموناري مو فقط التراكيا والمين برونكاي زين السؤال السابع vital capacity is greater in women than in man of similar weight واضحة
وين أكثر الفيتال كاباسيتي بالميل أو بالفيميل؟ صحيحة. يعني أكثر بالوومن than in man الفيتال كاباسيتي؟ أخذ كتابة بالمان أكثر. هسه انتو اختلفتوا يعني طالب وطالبة كل واحد يقول أنا أكثر، شلون نحلها؟ يعني كتابة نجيب سبايروميتر سبايروميتر ونحسب ميل وفيميل. هي بالحقيقة يعني نعم بالميل هي لارجر الفيتال كاباسيتي than in فيميل. زين الماركينج تعرفوها مال اللوبس، اي مفروض اخذتوها بالتشريح how to mark الابر upper لوب و على البيشنت يعني back and patient chest. الابر لوب وين مكانهم؟ احنا هسه تقريبا من ذكرنا السكس ريب الايث ريب انطينا اللور بوردر، بعد ايش يبقى لنا؟ يبقى لنا الفيشرز. منو يحكي لنا الاناتوميكال ريليشن مال الميجر فيشر والماينر فيشر؟ احنا لان اللاند مارك مالتنا منو بقى ما سالنا؟ احمد ياسر سالناك احمد. احمد نعم دكتور فهد. زين منو يحب يشارك؟ الباقيين كلكم اعتقد. يلا احمد ما يخالف جاوبنا انت. اللاند مارك مال الماينر فيشر والميجر فيشر يعني قصدي الريليشن للريبس يعني الكورستال كارتليج الريبس. خاف ناسيهن احمد، منو يتذكرهن؟ منو قاري اللاند مارك مال الميجر والماينر؟ بس اعتقد ما اخذنا هنا بالمحاضره ما موجوده هالشيء. زين شلون اعطوكم اياهن؟ يعني اخذنا انه رايت لانجز 3 لوب والليفت لانج 2 لوب. ان شاء الله اكو محاضره اللي تخص الراديولوجي بيها هاي الصور والتفاصيل اللي هسه نحتاجهن على الاناتوميكال. بس بصورة عامة الابر لوب يكون انتيرير اند سوبرير الابر لوب ودائما يكون ريليشن مالته قريب للهارت بوردرز يعني الميد لاين وانتيرير وسوبرير. اللور لوب يكون اكثر يعني ريليتد للدايفرام وبوستيريرلي او بوستيرير وانفيرير ريليشن مال اللور لوب. زين يبقى الميدل لوب عندنا بالرايت الميدل لوب يكون على الكونتاكت ويا الرايت هارت بوردر. هسه اذا الرسم قدامكم زين تاخذون الميد لاين اللي بصفه طبعا هو الهارت ميد لاين وتو ذا ليفت فتو ذا رايت اوف ميد لاين انفيريرلي هذا الميدل لوب. الباك اوف بيشنت هذا اللي قدامكم بوستيريرلي وانفيريرلي هاي اللور لوبز والابر لوبز تكون انتيرير وسوبيريرلي انتيرير وسوبيرير يعني على جهه الاسترنوم مانيبريوم اون بوث سايدز اوف مانيبريوم استرنوم. اوكي زين هسه اكو شيء بعد عندكم ما حكينا؟ احد عنده سؤال؟ دكتور عندي سؤال. تفضل. اكو نقطه الرابعه اول ام سي كيو الرابعه تقدر توضح هيليوم كونستريشن الهيليوم كونسنتريشن اللي شيخص الفيولر. اي
هذه اللي احنا نحتاج alveolar helium concentration 5% breathing for 10 normal breaths. احنا علما نحتاج الهيليوم حتى الكونسنتريشن القياسات زين مال الريزيرف فوليوم الهيليوم شي قيس ايه دكتور الريزيدوال فوليوم الريزيدوال نعم فاحنا طبعا الديفيوسابيليتي of gases تعتمد على ال concentration وتعتمد على ال diffusibility membranes وطبعا ال surface area اللي هي ثابتة فحتى نقيس ال solubility ونعرف ال diffusibility نختار gas اللي هو مثل الهيليوم certain concentration زين ونشوف ال concentration بال residual clearance زين clearance ينطينا فكرة على ال residual volume okay اوكي شكرا دكتور عفوا الاسماء عافية اذا خلصنا محمد دز لي اياها بقائمة ماشي دكتور اسف يلا شكرا مع السلامة